لطالما شكك الناس بسنة ورسالة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يتهموه بالكذب والبهتان في عصر أبي جهل فقط، بل في عصرنا أيضاً، لكن الله تعالى سخر أكثر من 1.5 مليار مسلم للدفاع عنه وعن سنته. هدف هذا البرنامج تسليط الضوء على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغة العلم. وصية نبوية وحقيقة علمية. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الصدقة. للصدقة شأن عظيم في الإسلام. أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن المال لا ينقص بالصدقة، فقال: ما نقص مال عبد من صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. كما أن الصدقة وقاية من عذاب الله تعالى. قال النبي الكريم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الأحاديث في فضل الصدقة كثيرة معروفة، ولكن ما الذي يحدث للإنسان عندما يتصدق، وكيف ينظر العلم إلى الصدقة؟ ابقوا معنا لنعرف الجواب. دراسات وبحوث علمية عديدة قام بها العلماء تؤكد أن الصدقات وفعل الخيرات تؤدي لتنشيط النظام المناعي في جسم الإنسان والقضاء على البكتيريا. تقول الكاتبة والباحثة في علم النفس ليندا أندروز إن إنفاق المال من شأنه أن يخفف ضائقتك المالية، على الرغم من أن الأمر يبدو لك غير منطقي. الغنى ليس هو سر السعادة، بل إنفاق المال لمساعدة الآخرين. وفي الدراسة التي نشرت في مجلة العلوم الأمريكية، تم إعطاء مبلغ مالي لفريقين من المشاركين، وطلب من أفراد الفريق الأول أن يشتروا لأنفسهم هدايا، وأما أفراد الفريق الثاني فقد طلب منه صرف المال على الغير. في نهاية اليوم وجد الباحثون أن أولئك الذين أنفقوا المال على غيرهم كانوا أكثر سعادة، وكانت أعضاؤهم تستجيب لهذه الحالة من السعادة، وخلايا أجسامهم كأنها جنود مجندة تحميهم من الإصابة ودخول الميكروبات. كانوا محاطين بطاقة إيجابية هائلة تدفع عنهم الخطر. حقا إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولو أتيحت لك الفرصة لتقوم برحلة في أعماق جسدك لأدهشك نظام الدفاع داخله، سبحان المبدع الذي صوره. من خلال سلسلة من الدراسات في جامعة كولومبيا البريطانية وجامعة هارفارد قام بها المتخصصون، توصلت الباحثة إليزابيث دان الرائدة في البحث إلى أن الأشخاص الذين ينفقون من أموالهم على الغير هم الأكثر سعادة وصحة من أولئك الذين يصرفون أموالهم فقط على أنفسهم. ذلك أن المشاعر الإيجابية تحدث تغييرات في الكيمياء العصبية، وتفعل قشرة الفص الجبهي من الدماغ، فالشعور بالسعادة أثناء الإنفاق ينشط مناطق محددة في الدماغ، ويعمل على تحسين وظائف أعضاء الجسم، وبالتالي التمتع بصحة جيدة. إن السعيد حقا هو الذي يصنع سعادة أكبر عدد من الأشخاص. بعدها قام الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية بتقييم مدى سعادة 16 شخصاً من موظفي إحدى الشركات في بوسطن قبل وبعد تلقيهم مكافآت من حصيلة الأرباح تراوحت بين 3000 دولار و 8000 دولار. وأظهرت النتائج أن المكافآت لم تكن مهمة بقدر أوجه صرفها.
فالذين أنفقوا وتبرعوا بقسم أكبر من مكافآتهم على الآخرين قالوا إنهم استفادوا منها أكثر من أولئك الذين أنفقوها على شؤونهم الخاصة. ينصح البروفيسور جون هيليويل، والذي استدعي من طرف الأمم المتحدة للمساهمة في بحوث قياس مستويات السعادة العالمية، ينصح بالإنفاق والأعمال التطوعية، ويؤكد أن الأشخاص الذين يتطوعون لعمل خيري هم أقل عرضة لعوارض الاكتئاب، وأن العواطف الإيجابية تثير زيادة الاستجابة المناعية. أكدت الباحثة الأمريكية المتخصصة في علم النفس الإيجابي باربرا فريدريكسون أن المشاعر السلبية تضيق دائرة الفكر في الدماغ، وعكسها المشاعر الإيجابية تساعد على التفتح الذهني، تولد أفكاراً مبدعة، وتعمل على تحسين مستويات العمل في الدماغ، وأن العواطف الإيجابية أو السلبية يؤثران على الجهاز المناعي للإنسان، فهو يعمل وفقاً لحالته النفسية. وكلما كان الإنسان متفائلاً سعيداً يقوم بسلوكات إيجابية، كلما كانت مناعته أقوى وقدرته على مواجهة الأمراض أكبر. وهكذا أجمعت الدراسات أن الإنفاق ولو بالقليل من المال، وفي الحديث ولو بشق تمرة أي نصف تمرة، يقلل الاستجابة للضغط النفسي، يزيل التوتر العصبي، ويخفف من إفراز هرمون الإجهاد. دراسات غربية كثيرة تربط السعادة بالإنفاق، ولكن آية قرآنية واحدة لخصت ذلك كله: فالذين ينفقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السعادة التي ينشدها علماء الغرب من خلال الصدقة والإنفاق هي سعادة مؤقتة، بينما السعادة التي ينشدها المسلم هي سعادة تمتد إلى ما بعد الموت، خير في الدنيا وحسنات وثواب في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ سبحانه يعلم بأن الإنسان يحب المال حبا جما، لذلك فهو يخاطبه بكلمة القرض، يطمئنه أن ماله سيستعيده أضعافا كثيرة، لأنه سبحانه هو الذي يقترض منه وهو الذي يرد إليه ما اقترضه. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أروعك. هو وعد من الله بأن مالك ستستعيده أضعافا كثيرة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تصدقت أمنا عائشة رضي الله عنها بشاة وأبقت على الكتف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، فقالت له: ذهبت الشاة وبقي الكتف يا رسول الله. فقال لها: بل قولي ذهب الكتف وبقيت الشاة. مشاهدين الكرام، التعامل مع الله ربح لا يعرف الخسارة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمله قلب يحمل هم أخيه، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عونا للناس دوما. Mmm.